وزارة الدفاع الروسية تجدد تحميل إسرائيل مسؤولية إسقاط طائرتها. ردود فعل متفاوتة في الشارع الإسرائيلي عقب لقاء أبو مازن وأولمرت. وتضامن واسع النطاق مع مقبرة القسام خلال يوم عمل تطوعي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نتائج التحقيقات التي أجرتها بخصوص إسقاط الطائرة قبالة سواحل السورية، وحملت إسرائيل كامل المسؤولية عن إسقاط الطائرة رغم قيام الدفاعات الجوية السورية بإسقاطها عن طريق الخطأ. وكشف التحقيق الروسي أن الجانب الإسرائيلي قام بإخبار مجموعة القوات الروسية بتنفيذ عمليته العسكرية ليس بشكل مسبق بل بالتزامن مع بدء الغارات الإسرائيلية، مؤكدا أن هذه الأعمال تعتبر انتهاكا مباشرا للاتفاقيات الروسية الإسرائيلية الموقعة عام 2015. وقال المتحدث الروسي إن تصرفات المقاتلات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 15 جنديا روسيا تدل إما على عدم المهنية أو على الاستهتار الإجرامي على حد تعبيره.